هذه هناء تود هناء الذهاب إلى ساحة اللعب مع أطفالها اليوم. الشمس مشرقة ولا شيء يعيق خطتها، ولكن مهلاً، ما الذي يزعج هناء؟ آلام ظهرها قد عادت، وحالها كحال 100 مليون مريض حول العالم تقريباً. تعاني هناء من اضطرابات عضلية هيكلية، اضطراب في العضلات، في العظام، في المفاصل، في الأعصاب، في الأوتار والأربطة. مراراً وتكراراً تضطر أن تلغي جولات الجري أو تعاني من الآلام وهي تعمل. الدكتور الخاص بهناء الدكتور مفيد وضح لها أن الشيخوخة والسمنة وقلة النشاط وبذل زيادة جهد خلال ممارسة الرياضة والتعب الناتج من العمل كلها يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات عضلية هيكلية. يقدم الدكتور مفيد جلسات العلاج المغناطيسي التي تختصر بـ EMTT. خلال طريقة العلاج هذه تجلس هناء على سرير العلاج بكامل ملابسها. يولد جهاز الـ EMTT نبضات مغناطيسية عالية القوة التي تتكون في كسور من الثانية، وترسل هذه النبضات لمنطقة العلاج من خلال أداة الجهاز. يشرح الدكتور مفيد لهناء ما يحدث بداخل جسمها الآن. تخضع كل خلية لتفاعلات كيميائية تحفز عملية الأيض، ولو تم مقاطعة هذه العملية تحدث المشاكل والأمراض. وهنا يمكن للـ EMTT أن تؤثر بشكل إيجابي على التفاعلات الكيميائية الحيوية بكل خلية وتحفز قدرة الشفاء الذاتي. طريقة العلاج هذه مريحة، خالية من الآثار الجانبية وغير جراحية، وتستغرق ما بين 5 إلى 20 دقيقة. وبعد جلسة علاج ناجحة يمكن لهناء الاستمتاع بيومها على أكمل وجه. لمزيد من المعلومات عن جلسات العلاج المغناطيسي قم بزيارة www.emtt.info